السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى معك زميلتكم إلهام سعيد، فرقة تانية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله فيديو صغير خالص، هنعمل فيه ريفيجن على 3 محاضرات اللي اتكلمنا فيهم مع بعض، الأرتيريال بلاد بريشر والنيرفس ريجوليشن والهرمونال ريجوليشن. هيبقى ريفيجن، وبرضه أنا بصيت على الداتا بتاعتكم بتاعت الكلية، وبرضه فيها زيادات بسيطة هنقولها مع بعض برضه إن شاء الله. تمام، نبدأ. أول حاجة بمحاضرة الأرتيريال بلاد بريشر. تمام، أول حاجة اتكلمنا عليها البلاد بريشر، ضغط الدم، وقلنا هو اللاترال بريشر اون الول اوف البلاد فيزلز. تاني حاجة المين سيستميك أرتيريال بلاد بريشر، اللي هو ده بيبقى الأفريج بريشر ان الأرتري ثرو الكاردياك سايكل، يعني هو متوسط الضغط اللي بيحصل على الأرتري ثرو الكاردياك سايكل. واتكلمنا بنحسبه ازاي، بنحسبه عن طريق ان احنا بنجمع الدايستوليك بريشر زائد تولت البالس بريشر. السيستوليك بريشر بيبقى 120 ملي متر ميركوري، والدايستوليك بيبقى 70، وهنا كده لان احنا بنتكلم في افريج، ف70 او 80 مش مشكله، عشان ممكن حد يقول لا هو الدايستوليك احنا عارفين هو 80، لا احنا هنا يعني كده بنتكلم عن افريج، فعادي 70 من 80 مش مشكله. والبالس بريشر، البالس ديت بتبقى الفرق ما بين السيستول ناقص الدايستول. تمام، فهي بتبقى السيستوليك بريشر ناقص الدايستوليك بريشر، يعني 50. فبالتالي كده يبقى المين سيستميك ارتيريال بلاد بريشر هيساوي الدايستوليك اللي هو 70 زائد تلت البالس بريشر اللي هو 50 على 3، فيبقى 90. تمام، واتكلمنا عن اهميته، قلنا ان هو مسؤول، لان هو اللي مسؤول عن ان هو يوصل البلاد للتيشو ثرو الكاردياك سايكل. تمام، بعد كده ندخل على الفيسيولوجيكال فاريشنز اوف البلاد فيزل، التغيرات الطبيعيه لضغط الدم، لان ضغط الدم مش عندنا كلنا واحد، لا هو بيختلف في نيو بورن عن الادلت، عن لما نكبر شويه ونبقى اولد. تمام، اول حاجه في نيو بورن عندهم السيستوليك بريشر بيبقى 80، والسيستوليك بريشر المسؤول عنها هو البامبنج باور اوف الهارت، اما الدايستوليك بريشر بيبقى 40، وبرده المسؤول عنها هو الاستيسيتي اوف البلاد فيزل. علشان كده في نيو بورن بيبقى البريشر بتاعهم قليل، لان عندهم البلاد فيزلز بتبقى هاي الاستيك، وعندهم لو بامبنج باور اوف الهارت. تمام، نكمل بعد كده. لما النيو بورن دي يكبر شويه ويبقى عنده 4 سنين، يبقى تشايلد عنده 4 سنين، الضغط بتاعه كمان هيعلى، هيبقى 100 على 65 ملي متر ميركوري. في النورمال ادلت خلاص بقى 20 سنه كده، بقى ادلت زينا احنا مثلا دلوقتي، بيبقى 120 على 80. كبرنا شويه كمان وبقى عندنا 60 سنه ان شاء الله، لا هيبقى 150 على 90. نكمل يا دكاتره معلش. بعد كده قال لنا ليه الارتيريال بلاد بريشر ده بيزيد مع العمر، بسبب ان البلاد فيزلز بتاعتنا مش بتبقى بنفس الالاستيسيتي اللي هي بتبقى فيها واحنا لسه اطفال. تمام، قال لنا ان الارتيريال بلاد بريشر بيزيد بسبب ديكريز الالاستيسيتي اوف البلاد فيزلز. طيب تاني حاجة النوع قبل سن 45 وبعد سن 45. تمام، قبل سن 45 اللي هو سن المينوبوز او سن اليأس، لو جبنا في ميل وفي ميل عندهم نفس العمر وقسنا لهم الضغط، ولكن من غير ما يكون عندهم اي مثلا امراض هتأثر على الضغط بتاعهم، هنلاقي ان الضغط في الميل اعلى من الفيميل. تمام، وقلنا في المحاضرة ان المسؤول عن كده هو هرمون الاستروجين. تمام، اللي هو طبعا بيبقى في الفيميلز اعلى، فقبل سن المنبوز بيبقى طبعا عندنا الاستروجين، عند الفيميلز الاستروجين، فالاستروجين ليه فازو دايليتور افكت، بيعمل فازو دايليتيشن، فطبيعي هيقلل البلاد بريشر، وبرده بيجي هنا كده على البلاد فيزلز ويمنع تكون قصدي تجمع الكوليسترول، لان لو الكوليسترول اتجمع هنا كده فهنا كده بيسد اهو او بيضيق مجرى الدم، فبرده نفس يعني هنا كده بيبقى اكننا احنا مش عملنا فازو كونستريكشن، لا اكننا عملنا فازو كونستريكشن، ليه؟ احنا ضيقنا المسار اللي كان متاح للدم، نفس فكره الفازو كونستريكشن، احنا الفازو كونستريكشن لو ده البلاد فيزل بنضيقه كده، هي نفس الفكره. تمام، تمام، برضو التستوستيرون في الميلز ليهم يعني بيعمل برضو نفس الموضوع ده، ولكن مش بنفس الكفاءه اللي الاستروجين بيعمله في الفيميلز. علشان كده قبل سن ال 45 بيبقى الضغط في الفيميل اقل من الميل اللي عندهم نفس السن، اما بعد سن ال 45 اللي هو في المينوبوز بقى خلاص دخل سن الياس الفيميل ديت، لا الضغط فيها هيبقى اعلى من الميل. طيب ليه؟ لان احنا عندنا او في الفيميلز عموما بعد سن الياس عندهم الهرمونات بتاعتهم بتقل بكميه كبيره جدا جدا جدا، عكس الميل اللي هرمونات عنده بتقل برضو، لكن بتفضل عنده، لكن بيفضل برضو اللي هو ايه مش بيقل قوي زينا كده. وطبعا قلنا ان التستوستيرون ليه نفس الدور، فلا هي برضو بيساعد برضو ان الضغط بتاعه ما يعلاش قوي. تمام، علشان كده الضغط في الفيميل بيعلى اكتر من الميل بعد سن الياس. الكلام ده لو انتم مش فاهمينه مش مشكله، ان شاء الله انت هتاخدوه بالتفصيل وهتزهقوا منه في موديول ريبرودكتيف ان شاء الله. بيسجل تمام. طيب قال لنا هو ان ده بسبب الهرمونال اتشينج اللي بيحصل في فيميلز قبل وبعد سن المنبوذ، قبل وبعد سن الياس.
تمام. نكمل يا دكاترة. بعد كده البادي بيلد، قلنا ان الارتيريال بلاد بريشر بيبقى اعلى في الناس الاوبيز، يعني في الناس اللي بيبقى عندهم سمنة، او اللي هم يعني بيبقوا تخان زي ما احنا بنقول. تمام. طيب بعد كده الريس، لقوا ان يعني دي معلومة يعني عرفوها، بس ان ضغط الدم بيبقى يعني اعلى في الناس اللي هم الاجانب. يعني ليه؟ لان ده ممكن يكون بسبب جينيتك او انفايرومنتال او دايتري او الستريس اوف لايف، يعني عندهم نمط الحياة مختلف غير عندنا. طبعا عندهم طبعا الشغل ده رقم واحد، تمام، العمل عندهم رقم واحد، فطبعا ده بيدخلهم في ستريس وكده، والستريس يشغل سيمباثيك، والسيمباثيك يعلي الضغط. تمام، معلومة بس عرفوها. طيب بعد كده تأثير الجرافيتي، الجاذبية، في الستاندنج بوزيشن، يعني لما يكون شخص واقف، أي فيزل تحت الليفل اوف الهارت الضغط فيه بيزيد بمقدار 77/100 مليمتر ميركوري لكل سنتيمتر تحت الليفل اوف الهارت. تمام. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب تأثير الجاذبية. الجاذبية طبيعي بتشد اي حاجة لتحت، فهي هتشد الدم لتحت، تمام، فتزود ضغطه تحت مستوى القلب. اما فوق مستوى الهارت لا، الضغط بيقل بمقدار 77/100 مليمتر ميركوري لكل سنتيمتر فوق الليفل بتاع الهارت. تمام. وبرضو عشان لو حد بيسمع المحاضرة الفيديو ريفيجن بس ومش هيسمع المحاضرات، احنا قلنا ان المليمتر ميركوري ده وحدة قياس الضغط. تمام، عشان لو حد مش عارفها بس. اما في الكومبايند بوزيشن، هو لو شخص نايم لا، التاثير بتاع الجرافيتي مش بيبقى موجود. يعني هنا كده هو دي الكومبايند بوزيشن. تمام، هنا كده لو ده بلاد فيزل هو ماشي في الدم، الجاذبيه مأثرة على الدم كله بنفس الطريقه وبنفس المقدار. تمام، فكده لا، الجاذبيه ملهاش تاثير على ضغط الدم. اما هنا كده ده اهو في الستاندنج بوزيشن، ادي ده الليفل بتاع الهارت، اي فيزل تحته بيزيد فيه الضغط بمقدار 77/100 مليمتر ميركوري، اما فوق الليفل بيقل. تمام. بعد كده الايموشنال فاكتورز، الايموشنز، العواطف، يعني شخص مبسوط جدا حصلت له حاجه فبقى سعيد جدا، او شخص لا قدر الله حصلت له حاجه مش كويسه فبقى مثلا حزين او زعلان، ده بيشغل عنده السمباثاتيك، والسمباثاتيك هيزود الكاردياك اوتبوت، والسمباثاتيك بيعمل فازوكونستريكشن طبعا زي ما احنا عارفين، فيزود البريفيرال ريزيستنت، فيزيد الارتيريال بلاد بريشر. طيب الاكسرسايز، لو حد بيلعب رياضه مثلا، الاكسرسايز بيزود الارتيريال بلاد بريشر. هو زمان ايه ده؟ ايوه، الاكسرسايز بيزود الارتيريال بلاد بريشر، لان السيستوليك بريشر فيه ممكن يوصل ل180 ملم ميركوري، اما الدايستوليك بريشر بيقل. ليه؟ لان احنا بنعمل فازو دايلاتيشن للسكيليتال ماسل بلاد فيزلز، برضو قلنا في الفيديو بس برضو نقول هنا تاني، ان لما حد بيعمل اكسرسايز مثلا، او حد مثلا بيجري بيهرب من اي حاجه، المثال الشهير اللي كنا عارفينه، لو شخص بيجري وراه كلب ايه اللي بيحصل؟ بيجي هنا كده السمباثيك يعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيزلز ما عدا حاجتين. ايه هما؟ البلاد فيزلز اللي راح للسكيليتال ماسل، عشان انا عايز اوسع البلاد فيزل اهو، عشان اوصل كميه دم كتيره للسكيليتال ماسل ديت، عشان تعرف تعمل الميتابوليزم بتاعها وتعرف تجري. تمام. طيب وايه الفيزل الثاني؟ الكوروناري بلاد فيزل، هو البلاد فيزل اللي بيروح يغذي الهارت، ما هو الهارت برضه علشان يضخ وعشان يعمل دم كتير، قصدي عشان يضخ دم كتير، ده برضه بيحتاج يغذى، اللي بيغذيه الكوروناري ارتري، فهعمل فيه برضه فازو دايلاتيشن. تمام. طيب بعد كده الريسبيريشن، في التنفس، واحنا بنتنفس تنفسنا عباره عن ايه؟ عباره عن انسبيريشن شهيق، واكسبيريشن زفير. تمام، او زفير انا بصراحه نسيتهم بالعربي، بس هما انسبيريشن واكسبيريشن. تمام، انسبيريشن يعني باخد نفس، لان مش متلخبطه بصراحه ما بين حته شهيق وزفير ديت دلوقتي، فبس معني انسبيريشن يعني باخد نفس، اكسبيريشن بطلعه. تمام. ففي الانسبيريشن بقلل السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر حوالي 10 مليمتر ميركوري. طيب ليه؟ لان اثناء الانسبيريشن النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر بيزيد. ايه النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر ده؟ وانا باخد نفس، ثانيه واحده نجيب الصوره احسن، واحنا بناخد نفس مثلا هنا كده اهو، يعني خدوا بالكم من اتجاه الاسهم، او احنا بنوسع الثوركس قوي علشان ندي فرصه لللنج اللي هي تتمدد وتتملي بالهواء، الهواء ده اللي هو بيعمل النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر. تمام. طيب هنا كده لما هوسع الثوركس خالص، هوسع برضو البلمونري براد فيزلز، هوسعها، مش هوسع قصدي مش هعمل هعمل لها ستريتش، ايوه هعمل لها ستريتش، فلما اعمل لها ستريتش كده لما تيجي توصل القلب الدم بقى للقلب، مش هتنزل كل الدم اللي فيها، فالضغط هيقل. تمام. بيحصل العكس في الاكسبيريشن. تمام. في الاكسبيريشن احنا بنضيق، يعني بنضيق الثوركس اهو، بصوا بنضغط على كل حاجه علشان نخلي اللنج تطرد الهواء اللي فيها. تمام. فاحنا بنعمل يعني بنضغط المكونات اللي جوه الثوركس، هنضغط برضو من ضمنها البلمونري بلاد فيزلز. تمام. فاحنا كده زي ايه؟ زي بنعصرها، بنقولها نزلي كل الدم اللي فيك للهارت. تمام. فالبلاد بريشر يزيد،
الكلام هنا هو مكتوب اثناء الانسبيريشن النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر بيزيد، ماشي، فده يؤدي ان انا هعمل ستريتش للبلمونري بلاد فيزلز، فبالتالي الكباسيتي بتاعتها هتزيد، فهيقل الفينس ريتيرن للليفت فينتريكل، تمام. وبالتالي ادام الفينس ريتيرن قل يبقى الستورك فوليوم هيقل، فهيقل معايا الكاردياك اوتبوت والارتيريال بلاد بريشر، تمام. وادي الصوره شرحناها. العكس بقى بيحصل اثناء الاكسبيريشن، الاكسبيريشن النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر بيقل، فده بيؤدي ان انا هعمل كومبريشن على البلمونري فيزلز، فهزود الفينس ريتيرن للليفت فينتريكل، وده هيزود الستورك فوليوم ويزود الكاردياك اوتبوت ومعاه الارتيريال بلاد بريشر. طيب بعد كده الميلز، شخص كان مثلا بعدها كده الارتيريال بلاد بريشر بتاعه هيزيد، ليه؟ لان هعمل فازو دايلاتيشن للسبلينيك بلاد فيزلز، فهزود الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت والارتيريال بلاد بريشر، تمام. انا بعمل هنا كده فازو دايلاتيشن علشان انا خلاص كلت اهو، فانا خلاص بقى عايزه الحاجات اللي انا كلتها او المواد المفيده يعني تمشي بقى في الدم وتروح للجسم كله عشان يتغذى، فانا كده زي أو انا زودت حجم الدم البلازما، يعني زودت حجم البلازما. طيب اثناء السليب طبعا اللي بيشتغل باراسمباثيتك، فالباراسمباثيتك طبعا هو يقلل الارتيريال بلاد بريشر. طيب ان بي مهمه برضو، ان 190 150 قصدي على 90 ده بنعتبره الابر ليميت، اعلى حد ممكن يوصل ليه الضغط في النورمال اندر البيزال كونديشن لكل الاعمار. طيب ثانيه واحده، مش احنا دلوقتي واحنا كنا بنشرح في بسم الله الرحمن الرحيم اثناء الاكسرسايز مش قلنا ان السيستوليك ممكن يوصل ل 180؟ بس ديت بتبقى حاله مؤقته. هنا كده التعريف بيقول لك ايه، اندر البيزال كونديشن، يعني في الظروف الطبيعيه، يعني تجيب شخص قاعد كده ما بيعملش مجهود ولا بيجري ولا بيعمل حاجه وتقيس الضغط هتلاقيه 150، قصدي اعلى من 150 على 90، لا ده يبقى ضغط هايبر تنشن. اما اللي بيعمل اكسرسايز ديت دي حاله مؤقته، الضغط عالي يعني نتيجه للاكسرسايز او مثلا لو هو بيجري، تمام، وبعد ما هيقعد وهيهدى وكده لا الضغط بتاعه هيرجع نورمال تاني، تمام. طيب بعد كده ايه هي الفاكتورز اللي بتحدد الارتيريال بلاد بريشر والبالس بريشر؟ الارتيريال بلاد بريشر ده بيساوي الكاردياك اوتبوت في البريفيرال ريزيستنت، الكاردياك اوتبوت ديت بتساوي الستورك فوليوم في الهارت ريت، وادي البريفيرال ريزيستنت لسه موجوده. طيب ايه الستورك فوليوم؟ قال لنا لما الستورك فوليوم هيزيد، يعني لما حجم الدم هيزيد، ده هيزود السيستوليك والدايستوليك بريشر، ماشي، ولكن الزياده هتكون اكتر في السيستوليك بريشر، فادام السيستوليك هي اللي عليت يبقى البالس بريشر هي هتعلى هي كمان. البالس بريشر ديت الفرق ما بين السيستول والدايستول، تمام، فادي هما الاثنين عليوا بس السيستول عالي اعلى اهو، فالسيستول اهو والدايستول اهو، فهنا كده بقى في فرق اهو، فيبقى البالس بريشر زادت. طيب بعد كده في البريفيلر ريزيستنت، قال لنا ان الاوت فلو اوف البلاد فروم الارتريز ده بيحدده او بيتحكم فيه الديامتر اوف الارتريولز. نقولها تاني، احنا قلنا كتير بس نقولها تاني، لما بنعمل فازو كونستريكشن او فازو دايلاتيشن ده بيحصل في الارتريولز الصغيره، مش في الفينز، مش في الارتريز ولا في الفينز الكبيره، تمام. علشان كده لما بنعمل ارتريولر فازو كونستريكشن ده هنزود فيه البريفيرال ريزيستنت، احنا ضيقنا المسار اللي كان متاح للدم اللي هو يمشي فيه، فاحنا زودنا مقاومته، المقاومه اللي هتحصل للدم ده. علشان كده السيستوليك والدايستوليك بريشر هما الاثنين بيزيدوا، تمام، ولكن الدايستوليك بريشر زاد اعلى من السيستول، ادام الدايستول بقى اعلى يبقى البلس بريشر هتقل، تمام. في البريفيرال ريزيستنت سواء عملنا فازو كونستريكشن او فازو دايلاتيشن بتتاثر اكتر الدايستوليك، تمام، عشان تعرفوها بس. طيب على الناحيه الثانيه بقى، لما بيحصل ارتريولر فازو دايلاتيشن ده بيقلل البريفيرال ريزيستنت، انا وسعت البلاد فيزل على الاخر قلت له مش براحتك، فمش هيبقى فيه احتكاك، تمام، فده هيؤدي ان الدايستوليك والسيستوليك بريشر هما الاثنين هيقلوا، ماشي، ولكن الدايستوليك بريشر هيقل اكتر، فده هيزود البالس بريشر، تمام. وادي هنا كده لما بلاد فيزل اهو، لما بلاد فيزل عملنا له فازو دايلاتيشن وسعناه فقللنا البريفيرال ريزيستنت وسمحنا لكميه دم كتيره ان هي تمشي. طيب بعد كده الهارت ريت، بعد كده الهارت ريت، لما بنزود الهارت ريت ونثبت الستورك فوليوم ده بيزود الدايستوليك بلاد بريشر. طيب ليه؟ لان احنا كده احنا معليين الهارت ريت، شخص مثلا عنده تاكي كارديا، ضربات القلب عنده سريعه جدا جدا جدا، ده احنا بيحصل ايه، احنا بنقلل الوقت اللي كان متاح فيه للدايستوليك بلاد بريشر ان هو يقل، اهو بنقلل الدايستوليك تايم، بنمنعه ان هو يقل، فعشان كده الدايستوليك بلاد بريشر بيزيد. طيب بعد كده الالاستيسيتي اوف الاورطه والارتريز، ديكريز الارتريز
arterial distintability اللي هو مقدار او قدره البلاد فيزلز ديت ان هي يحصل لها ديستنشن بالبلاد، زي في حاله الاثيروسكليروزس تصلب الشرايين، ده بيزود السيستوليك وبيقلل الدايستوليك بريشر وبالتالي البالس بريشر هتزيد. بص يا دكاتره، هو بصراحه انا مش متذكره الكلام قوي، بس اللي انا متذكره يعني، وبرده بساله فيها الدكتوره احسن، دكتوره القسم او كده، لان يعني انا بقول ديت بصراحه اللي انا متذكراها، ان بتهيألي ان هنا كده السيستوليك بريشر هيزيد ماشي، لان هيحصل اثيروسكليروزس تصلب في الشرايين، تمام، او اكني ضيقت البلاد فيزل، بس عشان بس لو حد سأل على الدايستوليك ليه هيقل، تفسير كده مش متأكدة منه الصراحة، بس اللي انا فاكراه لان هنا كده انا لما بعمل فازوكونستريكشن انا بقلل كمية الدم اللي واصلة للتيشو، مش بقللها بقى اللي انا ادخله في سكيميا ولو زادت شوية يدخل في انفاركشن والاورجن ده يموت، لا انا بقللها بس شوية، تمام. فلما هقلل الدم اللي واصل للتيشو الطبيعي، الدم اللي خارج منه بقى اللي هو يمشي في الفينز هيقل، فده بيقلل الدايستوليك. يعني تفسير مش متذكرة أوي الصراحة، بس ديت اللي عرفت أوصل لها. تمام تمام كده الحمد لله، كده أول محاضرة خلصت. تمام، هنكمل برضو في بقية الفيديو ده، بس هنكمل بقى في بقية الفيديو بقية المراجعات دلوقتي. تمام، نكمل يا دكاترة. تاني موضوع معانا كان الريجوليشن اوف الارتيريال بلاد بريشر. تمام، عندنا 3 ميكانيزمز. اول حاجه نيرفس ريجولاتوري، وديت بتبقى رابيدلي اكتنج، وكابيلاري شيفت فلويد، ديت بتبقى انترميديت، وهرمونال ميكانيزم ديت بتبقى سلولي. تمام، ديت يعني السلايد ديت زياده عندكم في الداتا، تمام، اعرفوها برضو عشان احنا يعني ما بنبقاش ضامنين الامتحان ممكن ما يجيش منها، لا اعرفوها برضو. الرابيدلي اكتنج ديت بتحصل في غضون ثواني او دقائق او ساعات، الانترميديات دقايق او فيو هاورز او فيو دايز ايام، ممكن توصل ايام. السلولي اكتنج بتبقى ساعات او ايام، او بتستمر طول ما احنا طول ما هي مطلوبه اهو، as long as it is required. تمام، يعني اعرفوها برضو كده للاحتياط. طيب، اول حاجه اتكلمنا عنها هي النيرفس ريجولاتوري اللي هو الرابيدلي اكتنج ميكانيزم. عندنا في سنتر في المظله، في المظله اوبلونجاتا، اسمه مدلري كارديو فاسكولار سنتر. نرسم الرسمه تاني مش هتخسر اهي، ادي ده البرين، ميد برين، وبعدين بونز، وادي ديت المظله اوبلونجاتا اللي بنتكلم عنها. طيب، المظله بيبقى فيها سنترز لكذا فايتال اورجان، لي اورجانز مهمه جدا جدا جدا، منها الكارديوفاسكولار سيستم. تمام تمام. طيب، اول حاجه معانا الفازو كونستريكتور سنتر، من اسمه فازو جاي من فيزل، كونستريكتور يعني هيعمل كونتراكشن. ذس سنتر ديسشارج كونتينوسلي ات ا ديفينيتيف ريت. تمام، اندر البيزال كونديشن، يعني ليه تون نقدر مش احنا بقى لا السمباثيك سيستم يعني يقدر يزودها او يقللها. طيب، الفازو كونستريكتور سنتر بيبعت الامبلس بتاعته للارتريولز عن طريق السمباثيك فايبر، فازو كونستريكتور فايبرز. طيب، نقطة برضو موجودة عندكم زيادة في الداتا، هو تعرفوا يعني تجيبوها من الكلام، بس برضو ان الفازو كونستريكتور سنتر هي يعني ليها التون بتاعته، بنقول عليها سمباثيك فازو كونستريكتور تون، يعني اعرفوها برضو. طيب، بعد كده لما هعمل ستيموليشن للفازو كونستريكتور سنتر هعمل ايه؟ هنعمل فازو كونستريكشن للارتريولز وفازو كونستريكشن للفينز. لما يحصل فازو كونستريكشن للارتريولز بنزود البريفيرال ريزيستنت، فالارتريال بلاد بريشر هيزيد. طيب، لما نعمل فازو كونستريكشن للفينز ده بيزود الفينس ريتيرن والستورك فوليوم والكارديك اوتبوت، وبرده الارتريال بلاد بريشر يزيد. طيب، بعد كده في الكارديو ستيمولاتوري سنتر، الكارديو ستيمولاتوري ده ليه لو تون اندر البيزال كونديشن، وقلنا ان هو ليه لو تون لان الهارت بتاعنا يعني بيبقى عنده قابليه في حاجه اسمها انهيرت هاي ريتم اوف الاس اي نود، في اس اي نود موجوده عندنا في الهارت ديت دايما بتبقى عايزه اللي تبقى شغاله قوي، فهي عايزه تبقى شغاله وانت تودي لها اللي يشغلها قوي، انت كده هتدخل البيشنت ده في تاكي كارديا عنيفه جدا ممكن تموته اصلا. طيب، ذس سنتر ليه بيبقى ليه لو تون. طيب، استيموليشن اوف ذس سنتر هيزود الهارت ريت وهيزود الفورس اوف المايوكارديال كونتراكشن وهيزود قوه انقباض القلب، اتاكد بس انه بيسجل، تمام، وهيزود قوه انقباض عضله القلب المايوكارديوم يعني. طيب، فبالتالي الارتيريال بلاد بريشر هيزيد، الامبلس بتوصل عن طريق الكاردياك سمباثيك فايبرز. الفازو كونستريكتور سنتر والكارديو ستيمولاتوري سنتر الاثنين مع بعض بنقول عليهم البريسور اريا. تمام،
طيب بعد كده الكارديو انهبيتوري سنتر ليه سترونج بيزال تون which continuously inhibits the inherent high rhythm of ال SA node. تمام الامبلس بتوصل عن طريق الفيجر فايبرز الفيجاس نيرف ده اللي هو العصب العاشر. stimulation of the center بيؤدي ان انا هقلل الهارت ريت وهقلل الكاردياك اوت بوت ومعاه الارتيريال بلاد بريشر. تمام تمام. طيب بعد كده برضو نقطة موجودة عندكم في الداتا ان البيزل تون اوف الكارديو انهيبيتوري سنتر هيها لما نقول عليها الفيجال تون بحكم ان الفايبر بحكم قصدي ان الامبرس بتوصل عن طريق الفيجاس فايبرز. تمام بعد كده في الفازو دايليتور سنتر استيموليشن اوف الفازو دايليتور سنتر بيقلل الارتيريال بلاد بريشر عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للكارديو للفازو كونستريكتور سنتر. تمام الفازو دايليتور سنتر والكارديو انهبيتور سنتر ديت سي والكارديو انهبيتور سنتر هما الاثنين بنقول عليهم الدبريسور اريا. بعد كده قال لنا ان في تجزئه متبادله ما بين البريسور والدبريسور اريا. ما هو مش هينفع اشغل السيستم اللي بيعلي مثلا الهارت ويعمل كونتراكشن وكده ويعلي الارتيريال بلاد بريشر مع السنتر اللي بيعمل دايليتيشن وبيقلل الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. لا لما بعمل ستيموليشن للبريسور اريا ده هتؤدي ان انا هعمل انهبيشن للدبريسور اريا والفازو والعكس صحيح لما اعمل ستيموليشن للدبريسور اعمل انهبيشن للبريسور. طيب بعد كده الاكتيفيتي اوف الكارديو فاسكولار سنترز اور موديفايد بايه. اول حاجه الافرنت امبلس اللي جايه من الكارديو فاسكولار سنتر والافرنت اللي جايه من الهاير سنترز والافرنت اللي جايه من البريفيرال سنسوري ريسبتور وبعدين التشينجز اللي بتحصل في البلاد جيز. تمام اول حاجه الافرنت امبلس اللي جايه من الكارديو فاسكولار سنتر ذيس ريسبتور ار ايه. اول حاجه في الارتيريال بريسور اريا او البارو ريسبتور وبعدين الاتريال ريسبتور وبعدين الليفت فينتريكال ريسبتور والبالمونري بارو ريسبتور. هناخد كل ريسبتور دلوقتي. تمام نبدا اول حاجه بالارتيريال بريشر ريسبتور او البارو ريسبتور. بارو جاي من حركه تمام لان هو موجود في الارتريس ففي الارتري طبعا هيحس بايه هيحس بحركه بضغط الدم ما يبقى عالي هيضغط عليها قوي. تمام موجود فين موجود في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش. تمام ذيس ريسبتور ار ستيموليتد باي ستريتش في الارتيريال وول بيبداوا ان هم يديسشارج عند بريشر 60 ملم ميركري والديسشارج بتاعهم هيزيد مع زياده البريشر. السنسيتيفيتي اوف ذيس ريسبتورز بتوصل للماكسيمم بتاعتها عند النورمال ليفل اوف الارتيريال بلاد بريشر اللي هو 120. تمام طيب فضلنا نعلي في الضغط لحد ما عالي فوق ال 180 ملم ميركري. لا ساعتها بيحصل ليت الانكريز في الفريكوانسي اوف الديسشارج. موجود عندك في الداتا ان مش بيبقى فيه ديسشارج خالص فطبعا هنمشي مع الداتا وديت اعتبرها مش موجوده. تمام طيب بعد كده الامبلس اللي خارجه من الكاروتيد ساينس بتوصل عن طريق الفايبرز اوف الكاروتيد ساينس نيرف والكاروتيد ساينس نيرف ده برانش من الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو العصب التاسع. طيب والامبلس اللي خارجه من الاورتيك ارش ار كاريد الونج زي الفايبرز اوف الفيجاس نيرف اللي هو العشر اللي هو العصب العاشر. طيب ايه وظيفتها؟ وظيفه الارتيريال بارو ريسبتور ان هي مهمه علشان تعمل ريجوليشن للفانكشن اوف الكارديو فاسكولار سنتر. اهو هنا كده ادي ديت عندنا الاورتيك ارش الاصفر اللي فيه والاورتيك ارش ريسبتور وبعدين الاورتيك ارش بيطلع منه لاترال وقصدي ليفت ورايت اكسترنال كاروتيد بيخرج منه وبيخرج اهو ادي ليفت ورايت انترنال كاروتيد او فيهم اهو ساينسز فيها الاصفر ده اللي هي ريسبتورز. تمام ده عشان لو عايزين تعرفوا مكان الريسبتورز. طيب معلومه برضو موجوده في الداتا ان الارتيريال بريسور ريسبتورز اللي هم هنقول عليهم دلوقتي الريسبتورز اللي احنا قلناها الانرفيجن بتاعتها بتبقى اسمها البفر نيرفس. اسمها البفر نيرفس. ايه البفر نيرفس دول؟ اللي هم الجلوسوفارينجيال نيرف والفيجاس نيرف النيرفات اللي احنا قلنا عليهم بس هم الاثنين بنقول عليهم بفر نيرفس. تمام وبرضو حاجه كمان ان الكاروتيد ساينس نيرف الكاروتيد ساينس نيرف ليه اسمه تاني اسمه هيرينج نيرف اسمه هيرينج نيرف. تمام برضو عرفوها واكتبوها برضو عندكم. تمام طيب بعد كده عند النورمال ارتيريال بلاد بريشر البارو ريسبتور ديت بتديسشارج انهيبيتوري كونتينوسلي ثرو الكاروتيد ساينس ريسبتور والفيجاس نيرف للميدالري كارديو فاسكولار سنتر. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل انهيبيشن للفازو كونستريكتور سنتر علشان نقلل الريت بتاعها اوف الديسشارج. طيب نقلله يعني احنا عايزين نوطي الضغط؟ لا احنا بنقلله علشان نحافظ على فازو
كوليسترول تون تحافظ على الارتيريال بلاد بريشر في النورمال، في الوضع النورمال. تمام، بصوا احنا سواء اتكلمنا لما الضغط عالي او الضغط نورمال او الضغط واطي، احنا كلنا يعني لو الضغط عالي عايزين نرجعه للنورمال، ادي ادي النورمال، وهو نورمال عايزين نحافظ عليه نورمال، وهو واطي عايزين نعليه للنورمال. تمام، فاحنا دايما يعني السنترز ديت كل هدفها ان هي عايزه توصل الارتيريال بلاد بريشر للوضع النورمال، لان طبعا هو يعلى ان هو يوطى مصيبه وان هو يعلى مصيبتين. تمام، طيب بعد كده هنعمل انهيبيشن برضو للكارديو ستيمولاتوري سنتر علشان نقلل السمباثيتك ديسشارج اللي رايح للهارت. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ستيموليشن للكارديو انهيبيتوري سنتر علشان نقلل الانهيرت هاي ريتم اوف الاس اي نود. تمام، وبالتالي الارتيريال بلاد بريشر اسكيبت ات النورمال ليفل. طيب لما الارتيريال بلاد بريشر يزيد بقى، لما الارتيريال بلاد بريشر هيزيد فوق النورمال، الريت اوف الديسشارج فروم الكاروتيد ساينس نيرف والاورتيك ارش بيزيد، عشان اعمل انهيبيشن للبريسور اريا واعمل ستيموليشن للديبريسور اريا، انا عايزه اقلل الضغط برضو للنورمال. طيب هعمل انهيبيشن للفازو كونستريكتور سنتر علشان اعمل ارتريولار فازو دايلاتيشن فاقلل البريفيرال ريزيستنت ويقلل الارتيريال بلاد بريشر، واعمل ستيموليشن للفازو دايريتور سنتر عشان اعمل انهيبيشن للفازو كونستريكتور سنتر. تمام، طيب بعد كده بيحصل ان انهيبيشن للكارديو ستيمولاتوري سنتر عشان نقلل الهارت ريت والفورس اوف الفنتريكولار كونتراكشن فيقل الكاردياك اوتبوت والارتيريال بلاد بريشر. بعد كده هعمل ستيمولاشن للكارديو انهيبيتوري سنتر علشان اقلل الهارت ريت والفورس اوف المايوكارديال كونتراكشن. طيب لما الارتيريال بلاد بريشر هيقل بقى عكس اللي احنا قلناه ده كله هيحصل. تمام تمام طيب بعد كده عندنا سندروم اسمه الكاروتيد ساينس سندروم. ايه السندروم ده؟ ده سندروم بيبقى عند ناس كده معينه ان بيبقى عندهم حاجه اسمها سنسيتيف كاروتيد ساينس ريفلكس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندهم الكاروتيد ساينس اللي موجوده في النك بتاعتهم بتبقى سنسيتيف، هايلي سنسيتيف، يعني حساسه جدا لدرجه ان هم او حتى لو شخص هم مثلا بيلبس اللي هي رابطه العنق ديت اللي هي الكرافتة زي ما بيقولوا حوالين رقبتهم ديت ايه، فطبعا هتضغط حتى لو ضغطه بسيطه خالص على الكاروتيد ساينس، فالكاروتيد ساينس مش هتفهم ان ديت من اللي هي رابطه العنق، لا هي هتفهم ان الدم اللي ماشي فيها بقى عالي قوي فضغط عليها، فمعنى كده ان الضغط عالي، فتروح موديها بسرعه على الكارديو على المدار الكارديو فاسكولار سنتر وتقول لها بسرعه الضغط عالي، وطي الضغط على الرغم ان الضغط ممكن يكون نورمال عادي جدا او مش ممكن يكون هي حتى نورمال لان هو الضغط اللي حصل عليها من بره. تمام، فهتقوم فيقوم الكارديو فاسكولار سنتر ده بقى يقوم مقلل الضغط فيقلل، او ممكن الشخص ده بقى يحصل له سريبرال هايبوكسيا، يعني كميه الدم الواصله للسريبرام اللي هو البرين يعني بتقل، ولوس اوف الكونشسنس يفقد الوعي. تمام، ليه؟ لان هنا كده اهو دي بتستيموليت ريسبتور موجوده في الكارديو في الكاروتيد ساينس فيؤدي الى ديسشارج اوف الامبلس، هتعمل انهيبيشن للبريسور اريا وتعمل ستيموليشن للبريسور اريا، فهيحصل ماركت ديكريس في الارتيريال بلاد بريشر فيقل الدم اللي واصل للبرين فيحصل سريبرال هايبوكسيا ولوس اوف الكونشسنس، الشخص ده يفقد الوعي اهو. ديت او دي الكاروتيد ساينس ديت يعني صوره كده عشان تورينا الكاروتيد ساينس ريسبتورز. طيب لا ما تعيطوش. طيب بعد كده الاتريال ريسبتورز او اسمها الفوليوم ريسبتورز، دول موجودين ان بوز اتريا نير اتس جانكشن، بتبقى موجوده في الاتريا نير اتس جانكشن مع السوبيريور فينا كيفا على الرايت سايد ومع البالمونري فينز على الليفت سايد. تمام، ثانيه واحده نكمل لدكاترة. الريت اوف الديسشارج بيتناسب طردي مع الديكري اوف الفيلنج اوف الاتريا مع مقدار ودرجة امتلاء الاتريام ده بالبلاد. تمام، اللي هو مع السنترال فينوس بريشر. طيب الانيرفيشن الامبلس فروم ذيس ريسبتور ار كاريد الونج الفايبرز اوف الفيجاس نيرف علشان توصل للمدراري كارديو فاسكولار سنتر. الفانكشن الزيس ريسبتور انهيبيتوري امبلس للكارديو فاسكولار سنتر اس فولو، لما يزيد السنترال فينوس بريشر يعني يزيد ضغط الدم اللي هو راجع من الفينز للاتريوم للاتريوم قصدي، ده هيعمل ستيموليشن للاتريال ميكانو ريسبتور فيؤدي الى انكريز الانهيبيتوري امبلس ديسشارج، عشان اعمل انهيبيشن للبريسور اريا واعمل ستيموليشن للبريسور اريا. ما هو معنى ان الدم اللي واصل للاتريوم اللي رجع للاتريوم مثلا كتير معنى كده ان الضغط عالي، فلا خلاص شغل لي الدبريسور ووطي الدبريسور ووطي البريسور. طيب في برضو ان بي كده ان ستيموليشن للاتريال ريسبتور بيؤدي الى ديكريز السكريشن اوف الانتي دايوريتك هرمون، الهرمون المضاد لادرار البول. تمام، هو المفروض ان الانتي دايوريتك هرمون مع الالدوستيرون بيعملوا سولت ووتر ريتينشن، بيروحوا يشتغلوا على الكيدني يعملوا سولت ووتر ريتينشن علشان يعلوا الضغط. ماشي الكلام ده مثلا في يعني المفروض ان هو شغلهم كده، لا فخلاص كده اما يحصل ستيموليشن للاتريال ريسبتور انا اما بعمل ستيموليشن معناها كده ان الضغط عالي، فلا انا يعني خلاص قلل الحاجات اللي المفروض هي
هتعلي الضغط قللها، وزود الادريال ناتيوريتك بالطايد. الادريال ناتيوريتك بالطايد دي ديت بالطايد برضو بتروح على الكيدني، ولكنها بتحفز ان ينزل صوديوم وينزل معاه ووتر في اليورين فهنقلل كمية البلازما فوليوم ونقلل معاه الارتريال بلاد بريشر. تمام. طيب بعد كده في الليفت فينتريكل ريسبتور، امتلاء الليفت فينتريكل بالبلاد ده بيحفز الميكانو ريسبتور اوف اتس وول ليد تو ريفلكس سلوينج اوف الهارت وديكريز الارتريال بلاد بريشر. هنقلل الارتريال بلاد بريشر. تمام تمام وعموما يعني لما الضغط بيبقى عالي ديت حاجه يعني فيسيولوجي طبيعي كده، ان لما الضغط بيبقى عالي ده بيؤدي الى ان بيحصل ريفلكس برادي كارديا اللي هو سلوينج الهارت، اما لما الضغط بيقل بيحصل ريفلكس تاكي كارديا. تمام. ديت بتبقى يعني ايه وسيله تعويضيه كده من الجسم ان هو بيحاول ينقذ الوضع زي ما بيقولوا. طيب فور الليفت فينتريكل ريفلكس، عشان يحصل الريفلكس دي لازم الليفت فينتريكل يكون حصل فيه ديستنشن بوضع او بكميه معتبره اللي هي فعلا تقدر ان هي تعمل ستيموليشن للريفلكس ده انه يحصل. طيب بعد كده البالمونري بارو ريسبتور، بارو يعني برضو جاي من حركه، زي ار ستيموليتد باي ستريتش في البالمونري فاسكولار بيد في الفيزلز يعني بتاع البالمونري، فهتبعت انهبيتوري امبلس للبريسور اريا واستيموليشن للدبريسور اريا. تمام. لما بنعمل استيموليشن للريسبتور ده معناه ان الضغط مثلا عالي او كده، فخلاص احنا هنشغل الدبريسور ونعمل انهبيشن للبريسور. طيب بعد كده الافرنت اللي هي جايه من الهاير سنترز بقى، بتبقى جايه من السريبلر كورتكس، جايه من قشره المخ، زي الايموشنز مثلا والماسكولار اكسرسايز بيؤدي الى ستيموليشن للسريبلر كورتكس. تمام. فالامبلس بتبقى جايه من الليمبيك لوب والبري موتور اريا، برضو يعني انا في سين انا بناخد دلوقتي سين اس عندنا في سنه تانية، فحته بسيطه بس اللي عايز يفهمها، الليمبيك لوب ديت يعني بيبقى لوب كده موجود في البريم مسؤول مفروض عن الايموشنز. تمام. والميموري كده، فعشان الايموش فكده فهو جايب عشان الايموشنز. والبري موتور ديت يعني اريا برضو بتبقى موجوده قدام الموتور، يعني عندنا هنا كده في البريم بيبقى في حاجه اسمها هنا كده البرايمري موتور اريا وقدامها البري موتور. تمام. فديت البري موتور اهي المفروض ان هي مسؤوله عنها، يعني تشوف الحركه والمفروض نتحرك ازاي، وتقوم بعت البروجرام ده للموتور علشان فعلا يبعت امبلس بقى للماسلز بتاعتنا تتحرك. تمام. تلاقوش هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في سي ان اس ان شاء الله. تمام. فالامبلس اهو بتيجي من البري موتور اريا والليمبيك لوب، فبتباص للمدرج الكارديو فاسكولار سنتر عن طريق الهايبوثالامس، ماشي، تحت المهاد، منطقه تحت المهاد. ده بيؤدي الى ان هيحصل انهيبيشن للدبريسور اريا وستيموليشن للبريسور اريا. ليه؟ شخص مثلا حزين زي ما قلنا قبل كده، مثلا حصلت له اي حاجه مثلا وحشه لا قدر الله مثلا، وبقى زعلان مثلا او كده، او شخص سعيد، او شخص بيعمل اكسرسايز فطبيعي عايز الضغط يبقى عالي، فخلاص اعمل انهيبيشن للمنطقه اللي هي المفروض بتهدد الدنيا اللي هي الدبريسور، وشغل البريسور اريا، فنزود الارتيريال بلاد بريشر. فده كمان بيحصل حتى قبل بدايه الاكسرسايز او الامبلس، او بتبقى جايه من الهايبوثالامس. الهايبوثالامس ده بيعتبر السنتر اوف الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم ده اللي هو سيمباثاتيك وبارا سيمباثاتيك. تمام. وبارا سيمباثاتيك ده بتبعت الامبلس بتاعتها علشان تموديفاي الاكتيفيتي اوف الكارديو فاسكولار سنتر. في حاله ايه؟ في حاله ان انا عايز اعمل ريجوليشن للبادي تمبريتشر لحراره الجسم، زي مثلا لما بنتعرض لهوت انفايرمنت الجو مثلا يبقى سخن او كده، فده بيعمل فازو دايليتيشن للسكين اوف البلاد فيزلز، هوسع البلاد فيزلز عشان ازود الهوتلوس، ازود فاقد الحراره ديت، او اثناء الايموشنز اثناء العواطف. فعشان كده اثناء الايموشنز بيتحكم فيها السريبرال كورتكس والهايبوثالامس. طيب ثانيه واحده، طيب نكمل الدكاتره ونحاول نسرع بقى عشان مش عايزين نطول الفيديو عن كده. الافرنت امبلس اللي بتبقى جايه من البريفيرال سنسوري ريسبتور، لما بنعمل ستيموليشن للكوتينوس بين ريسبتورز اللي هي البين ريسبتورز الموجوده على الجلد، ده بيؤدي الى ريفلكس اسيليريشن للهارت وزياده الارتيريال بلاد بريشر، زي مثلا شخص لما يتشك بدابوس. تمام. ليه؟ لان زاد السكريشن بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. طيب لما نعمل ستيموليشن للفيسرال بين ريسبتور، البين ريسبتورز اللي موجودين في الفيسرا في الاعضاء الداخليه، ده بيؤدي الى ديكريس في الارتيريال بلاد بريشر بسبب استيموليشن للدبريسور اريا وانهيبيشن للبريسور اريا. تمام. عندنا ان بي حاجه اسمها الالم سميرك ريفلكس. تمام. دي استيموليشن للبروبيو ريسبتورز. البروبيو ريسبتورز ديت ريسبتورز موجوده في السكلتال ماسل المسؤول عن التنشن والفايبريشن، حاجات كده برضو ان شاء الله تاخدها في سي ان اس، بتؤدي الى اسيليريشن للهارت وانكريز في الارتيريال بلاد بريشر.
طيب الافكت اوف التشينج ان البلاد جازز، التشينج في البلاد جازز بيأفكت على المدى على الكارديو فاسكولار سنترز بتو ميكانيزمز، دايركت ميكانيزم عن طريق ان المايلد هايبوكسيا او الهايبر كابينيا ديت بتعمل ستيموليشن للبريسور وتقلل الدبريسور اريا علشان نقلل الارتيريال بلاد بريشر. تمام، سكور برضو عندكم في الداتا ان سواء قال لكم مايلد هايبوكسيا او ان الارتيريال بلاد بريشر يبقى تحت 60 ملم ميركوري. تمام، اما السيفير هايبوكسيا او السيفير هايبر كابينيا الاثنين دول ليهم توكسيك افكت على الكارديو فاسكولار سنتر، ممكن تؤدي الى سيفير هايبوتنشن وديس، سبب الوفاه. طيب عندنا ان بي حاجه اسمها كاشنج ريفلكس. تمام، ايه الكاشنج ريفلكس ده؟ سادن رابيد انكريز في الانتراكرينيال تنشن، حصلت لسبب ما ايا كان حصل رابيد سادن انكريز في التنشن داخل البرين، ده بيؤدي الى كومبريشن على المدلري بلاد فيزلز فيحصل هايبوكسيا وهايبر كابينيا. تمام، فيعمل ستيموليشن للفازو كونستريكتور سنتر والكارديو انهبيتوري سنتر، ونعمل ستيموليشن برده للريسبيراتوري سنتر. تمام، كل ده بيؤدي ان احنا بنزود arterial blood pressure علشان نتجلب على الانتراكرينيال ريزيستنت، فنحافظ على البلاد فلو اللي واصل للبرين. تمام، والديكريس في الهارت ريت لان احنا قلنا هنشغل الكارديو انهبيتور سنتر، ده ريفلكس طبيعي بسبب زياده الارتيريال بلاد بريشر. طيب ان دايركت ميكانيزم ديت بتحصل عن طريق البريفيرال كيمو ريسبتورز. ايه البريفيرال كيمو ريسبتورز دول؟ سمول هايلي فاسكولار بادز لوكيتد الونج الاورتيك ارش وينير الكاروتيد ساينس، عشان كده بنقول عليهم الاورتيك والكاروتيد بادز. تمام، الاورتيك بادز بتبعت الامبلس بتاعتها للفيجاس نيرف عن طريق الفيجاس نيرف للمدار سنتر، اما الكاروتيد بادز عن طريق الكاروتيد ساينس نيرف، عشان كده برده موجوده في الداتا ان الاثنين دول برده بنقول عليهم البفر زي ما ذكرنا قبل كده، بس مش متذكره كنا ذكرناه فين، بس دلوقتي في المراجعه. تمام، بنقول عليهم برضو البفر نيرفس. تمام، بعد كده ايه الميكانيزم اوف الستيموليشن؟ عملنا ستيموليشن ازاي؟ نقص الاكسجين تنشن او الهايبر كابينيا او انكريز الهيدروجين اللي هو هواء الاسيدوزس زي ما مذكور عندكم في الداتا، ما هو طبيعي زياده الهيدروجين هو اسيدوزس حموضه، ده بيؤدي ثانيه واحده الى الستيموليشن بتاع الكيمو ريسبتورز ده، ف الامبلس بقى هتؤدي الى ستيموليشن للبريسور اريا وانهبيشن للدبريسور اريا علشان نزود الارتيريال بلاد بريشر. تمام، وكده تاني محاضره الحمد لله. ثالث واخر موضوع معانا في الموديول ده ان شاء الله من حيث اللي انا اشرحه لكم يعني الهرمونال ميكانيزم. تمام، اول حاجه الهرمونال ميكانيزم هي سلولي اكتنج ميكانيزم بتحصل عن طريق الامبلس اللي بتبقى جايه من الاتريال ميكانو ريسبتور او الرينين انجيوتينسين سيستم او الاتريال ناتيوريتك بيبتايد. تمام، اول حاجه الامبلس اللي بتبقى جايه من الاتريال ميكانو ريسبتور لما البلازما فوليوم بيزيد ده بيؤدي لاستيموليشن للسنترال فينوس بريشر فيحفز الفوليوم ريسبتور الموجوده في الاتريال وول. تمام، والامبلس بتوصل للهايبوثالاموس عن طريق الفيجاس نيرف اللي هو هيقلل الريليز بتاع الانتي دايوريتك هرمون. تمام، علشان نزود الاكسكريشن بتاع الهيدروجين والصوديوم في اليورين فنقلل البلازما فوليوم ونقلل الارتيريال بلاد بريشر، الكلام ده قايلينه بالتفصيل في الشرح. تمام، طيب على الناحيه الثانيه بقى لما البلاد فوليوم يقل زي مثلا دياريه او فوماتينج عكس اللي احنا قلنا ده هيحصل. تمام، طيب بعد كده الرينين انجيوتينسين سيستم ايه اللي بيحفزه؟ اول حاجه نقص الارتيريال بلاد بريشر او رينال اسكيميا، نقص الدم الواصل للكدني او سمباثيتك ستيموليشن برضو بيحفزها. طيب بيؤدي الى ايه؟ ده بيؤدي الى ستيموليشن للرينين سيستم. طيب ايه الاكشن اوف الرينين؟ الرينين بيمشي للبلاد وبيشتغل على الفا جلوبيولين اسمه الانجيوتينسينوجين. تمام، طيب الرينين هيحول الانجيوتينسينوجين لانجيوتينسين 1 والانجيوتينسين 1 ده هيتحول لانجيوتينسين 2 عن طريق الانجيوتينسين كونفرتنج انزيم اللي هو بيبقى جاي من اللانجس. طيب ايه الاكشن بتاع الانجيوتينسين 2؟ ده بيزود الارتيريال بلاد بريشر عن طريق ان هو ليه باورفول فازو كونستريكتور افكت على الارتريولز، والانجيوتينسين 2 بيحفز الريليز بتاع الالدوستيرون علشان يعمل سولت ووتر تنشن. ليه؟ لان انا عايز اعلي الضغط، فطبيعي ان انا هعمل سولت ووتر تنشن. ماشي، برضو معلومه مذكوره عندكم في الداتا ان الانجيوتينسين 2 ده اقوى من الادرينالين 50 مره، ما هو الادرينالين برضو هرمون طوارئ. تمام، فبرضو بيزيد برضو في الحالات اللي زي كده، بس الانجيوتينسين 2 اقوى من الادرينالين 50 مره. تمام، طيب ايه الايفكت الثالث؟ بيعمل ستيموليشن للانتي دايوريتك هرمون علشان نعمل ووتر ريتينشن.
تمام. طيب بعد كده الاتريال ناتيوريتك ببتايد، زيادة البلاد فوليوم بيؤدي الى اوفر ستريتش للاتريال وول، فيزود الريليز بتاع الاتريال ناتيوريتك ببتايد علشان نزود الاكسكريشن اوف الاكس صوديوم ووتر عن طريق الكدني، فنقلل البلاد فوليوم باك تو نورمال. تمام كده الحمد لله. كده ديت الريفيجن بتاع الثلاث محاضرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.